Nübüvvet, hakikat arayışında peygamber ışığı. Bidayeten arifna ala nefsek ve min ayi beled? Ana jiyete minel hindi ve ana akum bi khidmeti lugat al-arabiyete fi camiyete Jawaharlal Nehru ka ustazin ve amidin aizan. ما الفرق بين هذا المؤتمر والمؤتمر السابق؟ هذا المؤتمر في رأيي أكثر شمولا وجموعا لأن المؤتمرات السابقة لم تكن على هذا المستوى وهناك وجدت عديدا من الناس من مختلف الجنسيات من أفريقيا من أمريكا من آسيا من حتى من أستراليا المشاركون قد حضروا هناك يعني أكثر شمولا في رأيي من بمقابل المؤتمرات السابقة. أستاذي في إدارة الندوات هل ترى أنها مناسبة في هذا الموسم؟ هذا أعتقد صحيح جدا وليست هناك أي مشكلة عندنا بصفتنا مشاركين ما واجهنا أي مشكلة وجدنا هذا المؤتمر نافعا ومفيدا من جميع النواحي لنا يعني ذلك أننا قد التقينا بالمسلمين الذين هم قد جاءوا من البلدان المختلفة وتعلمنا منهم وأنهم قد تعلموا أيضا منا ومن هذه الناحية هذا المؤتمر مفيد للغاية. أستاذي شكرا لك. شكرا لك.